على أشرف الخلق والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أزف لكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة مولد الإمام محمد الجوار سلام الله عليه، سائل المولى عز وجل أن يفرج عنا بحقه وبحق آبائه الطيبين الطاهرين، وببركة الصلاة على محمد وآل محمد. مقدار ربع ساعة إلى ثلث ساعة إن شاء الله، والله يعودكم يا رب. إذا رمت الشفاعة في المعادي فلذ بحمام محمد الجوادي شفيعا للأنام وخير غوث مغيث للورى يوم التنادي. به الأملاك قد شرفت وفيه سمت شأنا على السبع الشداد. مناقبه الثواقب ليس تحصى بها اعترف الموالي والمعادي. جواد ما دعي للجود إلا غدت كفاه تهمي كالغوادي. ومن غير الجواد أبي علي شفيع الخلق في يوم المعادي. يا صاحي غني فإن البعد أضنانا، واضرم فؤادك بالآهات نيرانا. فربما يبصر النيران ذو دنف فيطرق الحي للشكوى، فيغشانا عشاق ترتجف الأشعار في دمنا. تخالنا في سواد الليل رهبانا، ما العشق إلا ارتقاء الروح مرتبة تسمو، فيغدو سليل الطين إنسانا. يا صاحي حسبي بعشق الآل مفخرة، ما فارق العشق قلبي منذ أن كان يشدني نحوهم شوق ويدفعني إلى الجواد. فؤاد بات ظمآنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. صل اللهم صلاة دائمة نامية زاكية باقية، بقاء وجهك الكريم على وليك العظيم إمام القاصي والداني والمكنى بأبي جعفر الثاني الإمام الجواد قاضي حاجات العباد، الملقب بباب المراد التقي بن الرضا الراضي بالقدر والقضاء، واسمه اسم النبي محمد صلى اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولد الإمام محمد الجواد في العاشر من شهر رجب في يوم الجمعة، وأمه من أفضل نساء زمانها، وهي أم ولد اسمها سبيكة النوبية، وقيل ريحانة وقيل درة، وتكنى بأم الحسن، وقد سماها الإمام الرضا عليه السلام خيزران، وهي من أهل بيت مارية القبطية زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن كليم بن عمران قال: قلت للإمام الرضا عليه السلام: ادعوا الله أن يرزقك ولدا. فقال عليه السلام: إنما أرزق ولدا واحدا، وهو يرثني، وهو شبيه موسى بن عمران فالق البحار، وشبيه عيسى بن مريم. يا مستمعين النظام، صلوا على البدر التمام محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن حكيمة بنت الإمام الكاظم عليه السلام قالت: لما حضرت الولادة خيزران، دعاني الإمام الرضا عليه السلام وقال: يا حكيمة احضري ولادتها. وأدخلني والقابل وإياها، وأغلق الباب علينا، ووضع مصباحا. فلما أخذها الطلق انطفأ المصباح، وبين يديها طشت، فاغتممت لانطفاء المصباح. وبينما نحن نلي ولادتها، إذ اشتد عليها الطلق، والظلمة تعم المكان لانطفاء المصباح. فبينما هي كذلك، إذ أشرقت الدار بالأنوار، وامتلأ المكان بروائح الطيب، وإذا بها وضعت الإمام الجواد أفضل الصلاة. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقول حكيمة بنت الإمام الكاظم: حتى أضاء البيت فأبصرناه، فأخذته ووضعته في حجره، ونزعت عنه الغشاء، وجاء الإمام الرضا عليه السلام ففتح الباب وقد فرغنا من أمره، فأخذه ووضعه في المهد، وقال لي: يا حكيمة الزمي مهدا. فلما كان اليوم الثالث رفع بصره إلى السماء، ثم نظر يمنة ويسرى، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله. فقمت ذعرة فزعا،
أتيت أبا الحسن الإمام الرضا عليه السلام فقلت له قد سمعت من هذا الصبي عجبا، فقال وما ذاك؟ فأخبرته فقال يا حكيم ما ترين من عجائبه أكثر. يا مستمعين النظام صلوا على صلى بلغ العلا بكماله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. يا فرحة اللي صلي على الهادي محمد نبينا، نحب اللي يحبونه رغم اللي يعادونه. يا فرحة اللي هلي يا فرحة اللي صلي على الهادي محمد نبينا، نحب اللي يحبونه رغم اللي يعادونه. نحب اللي يحب رغم اللي عادونا. يا فرحة اللي هلي يا فرحة اللي صلي على هادي محمد نبينا. يا فرحة على هادي محمد نبينا، نحب اللي يحبونا رغم اللي يعادونا، نحب اللي يحبونا رغم اللي يعادونا. يا فرحة يا فرحة اللي هالليلة بجناح الشوق، هالليلة بجناح الشوق، أنا بعثت مكتوبي، أنا بعثت وأول سطر بالمكتوب، وأول سطر بالمكتوب، ذوبي يا روحي ذوبي، ذوبي يا روحي البارب فضل هذا اليوم، البارب فضل هذا اليوم، لا شك غفر لذنوبي، لا شك غفر. البهجة عندي تبدي بميلاد الإمامة، الإمامة فرحتنا مضمونة رغم اليعاد، الله فرحتنا مضمونة رغم اليعاد. يا فرحة يا فرحة هلي هلي يا فرحة هلي صلي على هادي محمد، نحب نحب اللي يحبونا رغم اللي يعادونا، نحب اللي يحبونا رغم اللي يعادونا. يا فرحة يا فرحة هلي هلي هالفرحة نحييها اليوم، هالفرحة نحييها اليوم باسم الرسول وآلة، باسم الرسول والما يحبه للبيت، والما يحبه للبيت تطلع صفر أعماله، بعد تطلع صفر أعماله،
واللي يبغى ضم السبطين واللي يبغى ضم السبطين مجنون عوف بحاله مجنون عوف. صح المثل لما انقال صح المثل لما انقال لا تعاشر الحياله لا تعاشر الحياله. ربك لعنهم منهم هادينا تبره تبره هالزمره ملعونه رغم اليعان. الزمرة ملعونة رغم اليعاب. يا فرحة يا فرحة هلي هلي يا فرحة هلي صلي عالهادي محمد نبينا نحب اللي يحب رغم اللي عادونا نحب اللي يحب رغم اللي عادونا. يا فرحة هل نوالي اليوالي الأطهار نوالي اليوالي الأطهار رب العرش ويانا رب العرش. نعلن براء بهاليوم نعلن براء بهاليوم من الناصب وعوانه من الناصب. إلنا الفخر إلنا الفوز إلنا الفخر إلنا الفوز وأهل الكفر خسرانا وأهل الكفر. كل النواصب يدرون كل النواصب يدرون شيعة علي فرحانة شيعة علي. هالليلة غني وهني وافراح يا الموالي الموالي نغني ويسمعونا رغم اليعاب نغني ويسمعونا رغم اليعاب. يا فرحة يا فرحة هلي هلي يا فرحة هلي نحب نحب اللي يحبونا رغم اليعاب حب اللي يحب اجينا لمولدك مولاي وبلهفة تعنينا اجينا لمولدك مولاي وبلهفة تعنينا يا باب المراد اليوم جبنا كل امانينا قصدناك بأمل قصدناك بأمل واشواق وبميلادك تهانينا. محتار الدنيا بأفكار محتار الدنيا محتار الدنيا بأفكار محتار الدنيا. يا باب المراد اليوم اجينا بكل حوائجنا يا باب المراد اليوم اجينا بكل حوائجنا يلي بمنهل اجدادك تربينا وتدرجنا يا القبرك ملاذ الناس قبرك روضة الجنة. فرحان الزهرة بميلادة فرحان الزهرة فرحان الزهرة بميلادة فرحان الزهرة. لا عذب الله أمي
إنها شربا حب الوصي وغذتني باللبن، وكان لي والد يهوى أبا حسن، فصرت من ذي وذا أهوى أبا الحسن. رحت الطبيب العلال، كان أنا معتلي، لما النظر حالتي شاور أخوتي وهلي، قالهم ابنكم ترى ابداء العشق مبتلي، قالوا لدكتور شوف بيا محب مختلي. قام الطبيب وفحص لكن تبسم لي، قالهم لقيت القلب كل دقة كل دقة كل دقة تنبض علي 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 يا علي. أعادكم الله على مثل هذه الليالي والأيام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.